السلام عليكم. بالنسبة للكور ديال اليوم اللي غادي نحاولو باش غادي ندويو ان شاء الله على لانجيكسيون مونو بوان او لا ما يسمى بسونتراليزي. غادي نشوفو في هذا الفيديو ان شاء الله. غادي نشوفو غير هذاك لو سيستيم دانجيكسيون لي مونو بوان، يعني غنشوفو الفونكسيون ديالو لي غادي نشوفو هذاك لي زيليمون لي ديفيرون زيليمون qui constitue head le système. Après, on va voir la relation ou la relation entre tous les éléments, yani le fonctionnement de l'élément. On va voir l'unité d'injection, le carburateur, qui a l'unité d'injection qui a remplacé yani avec le carburateur. يعني غنشوفو اون فوا فوار لي ديفيرون كومبوزون ديالهم تقريبا اون ديتاي. ابخي ا لا فان اون فوا فوار لومبلاسمون ديال هاد لومبلاسمون دو لا بواتي الكترونيك اي لي شيما الكتريك دو سيستيم دانجيكسيون مونو بوان، يعني مع لي ديفيرون كابتور اللي كيتكون منهم هاد لو سيستيم. دونك كاس كون فا فوار، اون فا فوار لا فونكسيون دو مونو بوين، سيستيم دانجيكسيون مونو بوين، اي لي ديفيرون زيليمون كي كونستيتوي سو سيستيم. اي هاد لو سيستيم اللي الا بوزوان دو دونتري، يعني سيتادير لي كابتور اي لي سورتي كي سون لي اكتياتور. On va voir l'unité d'injection. L'unité d'injection est constituée d'injecteurs, capteurs d'air, régulateurs de pression, corps papillon et capteurs de position de papillon et actuateurs de ralenti. À la fin, on va voir l'emplacement de cette boîtier ou cette unité d'injection et le schéma électrique, c'est-à-dire le système globalement. Injection centralisée monopoint. C'est une injection qui a un seul injecteur qui est utilisé spécialement pour alimenter les différents cylindres. Donc un seul injecteur pour les quatre cylindres si on a un moteur à quatre cylindres. Il s'appelle SPI, donc Single Point Injection en anglais. دونك شنو هاد لانجيكسيون مونوبوان او لا سنتراليزي؟ هو تيكون فيها واحد لانجيكتور، واحد انجيكتور هو اللي كيتستعمل بوغ باش نغديو لي ديفيرون سيلندر اللي عندنا. يعني كيكون واحد انجيكتور بالنسبه كيخدم الاربعه ديال لي سيلندر كيما شفنا في الحصه اللي فاتت. وعندو سميه اخرى اللي هي اس بي اي، يعني باللونجلي single point injection. يعني single هي ان سول بوان، يعني ان سول بوان انجيكسيون. دونك كيفاش كيخدم هاد لانجيكتور؟ كومون لو فونكسيونمون ديال دو سيت انجيكتور؟ سيت ان انجيكتور الكترو مانيتيك، سيتادير سيت ان انجيكتور الكتريك. الى بوزوان دون اليمونتاسيون alimentation électrique de 12 volts commandée par par le calculateur. Sa position elle est centrale, elle est centrale dans le boîtier papillon, avant le papillon. Donc là l'injection a lieu en amont de papillon, en amont c'est-à-dire avant. Cet injecteur il s'ouvre deux fois par tour de vilebrequin dans le moteur à quatre cylindres. Il y a une qui tchali neige khatrat kulla un tour d'il vilebrequin. L'injecteur c'est le type d'il électromagnétique, il y a une qui ihtiaj l'alimentation d'il 12 volts, 12 volts. خصو ضروري لاليمونطاسيون باش يخدم بالبرانسيب ديال المانيتيزم الكترو
magnétique. هاد الانجيكتور كيكون يعني في لا بوزيسيون سونترال، يعني كيكون في الدخله ديال في لونتري، اللي سيتي ولا على لونتري دو كوليكتور ديال الادميسيون، في الدخله ديال الكوليكتور ديال الادميسيون، وبالضبط قبل من البابيون، يعني قبل من البابيون. وكيت كوموند شكون اللي كيتحكم فيه هو لو كالكيلاتور، يعني لو كالكيلاتور il va avoir des informations يعني par rapport aux températures, يعني température de de moteur, la pression, la température d'air et la position du vilebrequin. Ces informations il va le traiter pour commander l'injecteur. يعني غادي كيخصو بزاف ديال المعلومات، يعني من الحراره ديال لاغ اللي كيدخل، البوزيسيون مثلا ديال البابيون، البوزيسيون ديال الفيل بروكان، يعني لي بيستون فين بوزيسيون كاينين. دونك هاد المعلومات كلهم كيستعملوا هاد الكالكيلاتور باش كيتحكم لينا في هاد الانجيكتور، يعني كيحلو وكيسدو. يعني هذاك الكونتيتي ديال الكاربيرون كيتحكم فيها هو، يعني على حساب لو طون او لا المده اللي شحال غيحل فيها الانجيكتور. دونك وهاد الانجيكتور قلنا تيكون اون امون ديال البابيون، اون امون هي افون ديال البابيون اللي كتحل باش كتدخل لينا لير. دونك هذا هو لو برينسيپ ديال هاد الانجيكتور مونو بوين. هنا غادي ندوزو on va voir le synoptique ou les différents éléments qui constituent le système, yani le système d'injection monopoint. Comme on a dit le système d'injection monopoint, par exemple, je vais vous donner avec le carburateur. يعني بحال حيدنا الكاربيراتور كيركب من فوق، يعني في لونتري ديال الكوليكتور ديال لادميسيون، حيدناه وجبنا هذاك السيستيم دانجيكسيون اللي هو على شكل بواتي، يونيتي دانجيكسيون. يونيتي دانجيكسيون هي كتكون من بزاف ديال لي زيليمون، حنا غنشوفهم هنايا. دونك عندنا هاد السينوبتيك، يعني فيها لي ديفيرون زيليمون، غادي نعرفوا كل اليمون اشنا هو. غادي نبداو كوتي موتور. عندنا بيستون بيال لا بارتي هنا فين كاينه لو دو غوفغاديسمون، دونك هنا كيكون لو دو غوفغاديسمون. هذا كابتور ديال كي ميزور لا تمبيراتور دي موتور، يعني هذا الكابتور كيعبر لنا الحراره ديال لو ديال دو غوفغاديسمون. عندنا هنا ليشابمون، هي هادي ليشابمون. اش كيكون فيها؟ كيكون فيها الكاتاليزور، يعني اللي كيحاول باش انه يدير واحد العمليه ديال الاكسيداسيون، باش كي كي باش كي باش كي كيخلي ما كيخليش هذاك السي او يخرج. غادي نشوفو حتى هو. كاينه واحد لا سوند لاندا، هاد السوند لاندا سي ان كابتور كي ميزور لا كونتيتي دوكسيجين دون لي غاز دي شابون. دونك نتوما الدراري شنو غادي تحاولوا ديروا هو انكم تحاولوا تشدوا ورقه، كتاب ورقه وستيلو، بوغ نوطي هاد لي زيليمون هادو. انا جو في اكسبليكي هاد الشيما، وانتوما غادي تحاولوا تاخذوا ورقه وستيلو باش كل اليمون قلتو غديروا حداه اشنا هو الدور ديالو، اي ابري غنشوف الفونكسيونمون ديالو اون ديتاي. سو كو جو فو كونساي سو كو بور بيان كومبروندر لو شيما، il faut avoir un stylo et un papier pour noter ce que je vais expliquer. D'accord. Donc premièrement on a dit le capteur de température moteur, c'est lui qui va mesurer la température d'eau de refroidissement. C'est un capteur de type résistif. On a dit sonde lambda. Sonde lambda, c'est elle qui va mesurer la quantité d'oxygène située dans les gaz d'échappement. Donc, il y a le collecteur de l'échappement, il y a le capteur de sonde lambda, il y a le quantité d'oxygène qui est
في يعني في لي كاس ديشابمون. الدور ديالها هو يعني كتعطي لانفورماسيون او كالكيلاتور بوغ لا جيستيون ديال الكونتيتي دو كاربيرون، واش ترجعوا ميلونج غيش او لا ميلونج بوفغ، باش ديما كتبقى هذيك لا كونتيتي دوكسيجين هنا هي اللي خصها نورمالمون اللي خصها تكون. هاد الصوند لاندا كتكون كيكونوا قدروا يكونوا جوج، تقدر تكون واحدة افون لو كاتاليزور وواحدة كتكون ابخي، يعني كتسمى هادي اون امون، او الاخرى الا كانت لابخي كتكون اون افال. اون امون سيتادير افون، اون افال سيتادير ابخي. دونك عندنا هنا طبيعة الحال السوباب ديشابمون، هنا بوجي داليماج هادي سوباب دادميسيون. لابراكان كي كوموند لي سوباب، هذا سي لو كوليكتور دادميسيون. كوليكتور دادميسيون سي لوي كي فا سيتين كوندويت، و يعني كي فا غيدي لو ميلونج بوغ تروفي لي سيلندر، يعني هذا كي غيدي لير اللي كيدخل باش كي غيدي باش كيوصلوا لعند لي سيلندر. هذا لو كومبوزون هذا كيتسمى اليومور. هنا ما تديوش على هنا غالطين، ماشي كابتور ديال ريجيم موتور، هذا كيتسمى كامل اليومور. كاين كابتور دو ريجيم موتور تيكون فوق من الفيل بروكان، هو اللي كيعبر لينا لا يعني لي لو ريجيم موتور، يعني il va mesurer le nombre de tours de Villebrequin et pour donner au calculateur la position de chaque cylindre. Donc le capteur de régime de type inductif, le type Diallo inductif capteur de régime. Le capteur de régime يعني مهم بالنسبة للموتور. Le capteur de régime, c'est la plus information, la plus importante pour la gestion du moteur. Maintenant, la batterie, la masse, contact ou le commutateur de démarrage et un relais. Un relais pour la commande de chaque l'alimentation pour la pompe d'alimentation qui est située dans le réservoir. يعني كيعطي هذا الرولي هذا تيعطينا لالمونطاسيون 12 فولت، كتعطى البومب دالمونطاسيون اللي كتكون في الداخل ديال الريزيرفوار. دونك هذا الرولي هذا عنده مخصص غير بالالمونطاسيون ديال هذا لو سيستيم دانجيكسيون. من بعد فاش سالينا هنا من الكوليكتور شنو كاين في الكوليكتور، كاين هاد الاونيتي اونيتي كتسمى كامله اونيتي دو كوموند او لا اونيتي دانجيكسيون، هي هادي اونيتي دانجيكسيون كامله كتسمى اونيتي دانجيكسيون، يعني في حاله قلتي هي ديال اللي عوضتينا لو كاربيراتور. لو كاربيراتور كان بيغمون يعني توتالمون ميكانيك، هنا ولات دخلات الالكترونيك. لانجيكتور هو هذا، لانجيكتور ولا الكترونيك. كاين بابيون حتى هي ولات يعني الكتريك. هاد الانيتي دو كوموند كما قلت لكم كتكون من الانجيكتور مونو بوين سنتراليزي، يعني كيكون غير واحد. وكاين فيه هذا كيتسمى ريغيلاتور ديال البريسيون، اش كيريغل هذا. دونك هاد الانيتي دو كوموند الي كونستيتي دو بليزيوغ اليمون، و لي اون لانجيكتور، فوالا لانجيكتور un seul injecteur qui va alimenter les 4 cylindres si on a un moteur à 4 cylindres. L'injecteur, on a dit qu'il est électromagnétique. Il est alimenté par une pompe d'alimentation qui est située dans le réservoir de carburant. La pompe, c'est elle qui va alimenter le carburant vers l'injecteur. D'accord. On va finir par l'unité d'injection.
L'unité d'injection, plus que l'injecteur, il y en a un régulateur de pression qui va régler la pression. Il y a l'unité d'injection qui est comme l'injecteur, ou un régulateur de pression, il y en a qui régule la pression. يعني هذيك لا بومب كتدفع بواحد البريسيون اللي كتوصل لهنا في المونوبوان 1.1 في بار. وهذا الريغيلاتور هذا يعني تيريغل لينا ديما هذيك البريسيون كتكون باش كتكون ديما يعني في لي نورم. الى طلعت يعني الى طلعت لا بريسيون بزاف كيتحل باش كتكون كتمشي واحد الكونتيتي كترجع الروتور كتمشي الريزرفوار باش كتبقى ديما لا بريسيون فيكس هنايا. Donc, un autre élément, c'est l'actuateur de papillon. L'actuateur de papillon, c'est lui qui va gérer le circuit de ralenti. On a le ralenti qui est le papillon. Donc, on a la conduite, on a l'air avec le mélange. On a l'air avec le mélange, باش نخليو هذاك الرالونتي باش كنخليوها يعني فيكس يعني ما كتبقاش ما يبقاش ما يسكتش لينا الموتور الا حيدنا رجلينا على الاكسيليراتور. وكاينه البابيون. هاد البابيون هادي يعني كت كيكون كي يعني هي اللي كتحكموا فيها بالبيداله ديال الاكسيليراسيون. وكيكون فيها واحد البوتونسيومتر باش كيعطي الكالكيلاتور البوزيسيون ديالها. يعني البوزيسيون ديالها واش محلوله مثلا 90 درجه ولا 180 ولا كامله ولا المهم. هاد البابيون خص الكالكيلاتور يعرفها فين كاين، واش محلوله بزاف ولا شويه، يعني حيت على حساب هو شحال غيدير ديال شحال غي غي انجيكتي ديال لا كونتيتي ديال الكاربيرا. بون اون ا ايسي اون بومب داليمونطاسيون كي فا اليمونتي لو لونيتي دو كوموند باغ لو كاربيرون. هاد لا بومب ال في لاسبيراسيون اي لو رفولمون سو اون بريسيون كي تيغال ا 1.1 بار دون لانجيكسيون كي مونو بوان. ايسي اون ا ان فيلتر كاربيرون كي فا فيلتري لي زامبيورتي ولا لي هذوك الوسخ اللي كيكون في الداخل ديال الريزرفوار. من بعد il va trouver يعني directement l'injecteur. L'injecteur il est commandé par le calculateur et il y en a un régulateur de pression qui va réguler la pression qu'il faut rester يعني fixe. Si la pression est augmentée, le régulateur va s'ouvrir pour faire échapper une quantité de carburant vers le retour, qui s'appelle le retour, une quantité vers le réservoir pour bien limiter la pression dans l'unité de commande. L'unité de commande, il est constitué aussi par un actuateur de papillon qui va régler, yani qui va ouvrir une qui va régler la qui il s'appelle la régulation de ralenti, où il va commander yani le papillon le cas où le moteur est dans la position de ralenti, yani la pédale n'est pas actionnée. Si la pédale n'est pas actionnée, donc le papillon était fermé, donc il nous faut un actuateur qui va ouvrir un petit peu le papillon pour que la quantité yani de mélange entre pour alimenter le moteur dans le cas de ralenti. Il est constitué aussi d'un papillon. Cet papillon, il est fixé par un potentiomètre qui va donner au calculateur la position de papillon, yani la position d'ouverture ou de fermeture du papillon. Kien adna hna l'air qbel ma ydkhl ki douz ala le filtre à air darouri. هاد لو فيلتر اير يعني كيحبس لينا حتى هو كيفلتخي لير، يعني ما يدخلش لا بوسويير، يعني ما يدخلش لينا التراب لداخل ديال الموتور. هاد لير il va entrer يعني وغيدوز على واحد لو كابتور كيتسمى كابتور دو تمبيراتور دير. هاد لو كابتور دو تمبيراتور دير سي لوي كي فا ميزوري لا تمبيراتور دير، يعني il va donner au calculateur الحرارة
ديال لير كومون إلي. دونك عندنا ندوزو هنا هاد سيت اون بومب داليمونطاسيون هي كي فا اليمونتي لونيتي دو كوموند تطلع ليه لو كاربيرون دو ريزرفوار فير لونيتي دو كوموند. Il est constitué d'une crépine de carburant. Crépine, c'est un pré-filtre. Donc, la pompe d'alimentation, c'est une pompe électrique. Il est commandé par le calculateur qui est le relais de la pompe, qui est le de la batterie. Donc, c'est un relais de la pompe. إلكتريك اللي كيتحكم لينا باش يخدم لينا لا بومب. اون فوا كدير الكونتاكت يعني لا بومب كتخدم، ولكن شكون اللي كيعطيها لا كوموند ديالها؟ ها هو راه جيبي لها خيط من عند الكالكيلاتور. دونك لو كالكيلاتور سي لوي كي فا دوني لا ماس او غولي بور كيل بويس فيغ لو شون مانيتيك اي فيرمي لو فيرمي لانتيريبتور بور كوموندي لا بومب d'alimentation. Donc la pompe d'alimentation, il va fonctionner lors de mettre le contact en position de 15. Et l'élément qui s'appelle chauffage collecteur d'admission, il y en a qui dira de la résistance qui va faire chauffer, il y en a qui le collecteur d'admission, chauffer le collecteur d'admission, allège pour que يعني كيعاوننا في لو ديماراج افخوا. هذاك لو ديماراج افخوا كتكون كيكون الموتور كيكون فخوا و لو كوليكتور اوسي كيكون فخوا يعني تيكون بارد. هذاك ليسونس لي ديجا تبيلفيريز هنايا يعني الي انجيكتي باغ لانجيكتور. هذاك لا كونتيتي ديال لو كاربيرون كي انجيكتي باغ لانجيكتور الي بيلفيريزي يعني تبخرات. اون فوا كدوز على لو كوليكتور كتلقاه بارد كتكوندونس يعني كتكتف وكتولي دي بول. ال فا سو كوندونسي ترانسفورمي اون ليكيد دي بول دو ديسونس يعني وكتضيع لينا يعني كتضيع لينا ديك لا كونتيتي يعني اون بير اون كونتيتي دو ميلونج كي نورمالمون il va entrer dans le cylindre. Donc on fait chauffer le collecteur pour que la totalité de la quantité de mélange qui était injectée par l'injecteur trouve yani, la totalité trouve le vers le cylindre sans être condensé là yani, mais qui con collecteur là vert être condensé avec هذاك الكاربيرون وما كيبقاش كيدخل هنا صافي كيبقى غير في الكوليكتور. يقدر يبقى يتجمع وكيدوز هنا وما كيتحركش. علاش؟ حيت الى لي ليكيد يعني باش بور كون في بروي لو كاربيرون سير سو ليسونس il faut le pulvériser يعني il faut le vaporiser نبخرو. دونك هذاك الشيء علاش زادو هنايا هذاك ليليمون كي سابيل لو شوفاج كوليكتور دادميسيون. احنا دابا عرفنا علاش داروا الشوفاج هنايا. كاين واحد اوتر سيستيم اللي غادي ندويو عليه هو هذا. الى لاحظتوا هنا كاينه الريزرفوار هي هذه. هاد لو ريزرفوار كيتجمع فيها لو كاربيرون كي ليسونس. هنا حنا كنا عارفين ان ليسونس ملي كنحطوه في شي بلاصه كيتبخر. علاش؟ حيت كيتبخر يعني هو راه يقدر يتبخر في يعني في يعني قل من زيرو يقدر يتبخر فيها يعني يتحول لفابور. حنا قلنا من بين لي زانكونفينيون ديال لو سيستيم ديال الكاربيراسيون يعني كتكون ما يعني با ديتونشيتي و كتكون عندنا هذاك لا فابور ديسونس. ديما كنشمو لودور ديال ليسونس في الموطور. دونك شنو هو الحل؟ هو اننا ما نخليوش هذاك الفابور ديال ليسونس تخرج بوغ نو با بولي يعني لو كليما يعني باش ما نلوتوش الجو. داروا لي واحد لو سيستيم. اشنو كيتسمى هذا لو سيستيم؟ كيتسمى سيستيم ديال ريجينيراسيون ديال لا فابور ديسونس اولا كيتسمى تا كانيستير. اش كيكون فيه؟ داروا هنا واحد لا كوندويت هي هذه كيمشي فيها هذاك لا فابور ديال ليسونس كتمشي لواحد اكيميلاتور اشاربون اكتيف. هاد الاكيميلاتور بحال واحد لو بيتي ريزيرفوار بحال القرعه صغيره بيتي ريزيرفوار
يعني كان كيتجمع فيها كيكون فيها واحد الكربون اكتيف كيبقى يتجمع فيها هذاك ال... هذاك ال... يعني هذاك ال... ليسانس. يعني ملي كيتجمع هنايا كنبقاو نجمعوه حتى كنحتاجوه. امتى كنحتاجو هاد لير اللي كيكون هاد ليسانس اللي تيكون هنا سيرتو؟ يعني امتى كنحتاجو حنايا بزاف ديال ليسانس يعني في الموتور، سواء في البلان شارج او لا في الديماراج. دونك هذا داروا لي تاو واحد لا كوندويت هي هادي باش كيتحكم فيه واحد الصوباب او لا الكتروفان. هاد الكتروفان كتحكم فيه الكالكيلاتور، يعني ملي كيكون مثلا في لافاز ديال الديماراج او لا بلان شارج كتحلو باش كيدوز هذاك الفابور ديال ليسونس كيمشي باش كيتحرك لداخل ديال الموطور. هذاك الشيء علاش الي ابلي سوباب دو ريجينيراسيون. يعني اون فا ريسيكلي او لا سوباب دو ريسيكلاج دي فابور ليسونس كي فا ريسيكلي لي فابور كي كونستيتي دون لو ريزيرفوار، اون فا لو accumulé dans un petit réservoir qui s'appelle accumulateur à charbon actif qui va يتجمع هنا هذاك ليسونس. une fois qu'on احتاجوه كيبقى كنحلو كتكوموندي لو كالكيلاتور il va commander le soupape ou la électrovan de recyclage des gaz ou la des vapeurs d'essence. يعني هذاك ليسونس اللي كنتجمع هنا غيطلع كتحلو هذا الالكتروفان او لا الصوباب كيدوز باش كيمشي باش كيتحرك في الداخل ديال مع الميلونج كيمشي ديريكتومون من الكوليكتور كيدخل للصوباب او لا كيدخل للسيلندر. دونك هذا هما لي زيليمون كلهم اللي كاينين في سيستيم دانجيكسيون مونو بوين. كاين بقات لينا هاد كونيكسيون دو دياغنوستيك. هاد كونيكسيون هي اللي كي كنبرونشيو فيها l'appareil de diagnostic pour lire les défauts qui sont enregistrés dans le calculateur si on a un panne ou là un défaut moteur. Had le défaut moteur yani qui est là dans le tableau de bord sous forme d'une lampe témoin qui s'appelle le défaut moteur ou la check engine ou la check moteur. Hadou koulhom andhom smiyat. دونك كنتمنى انكم خديتو لي نوت كو فوز افي نوتي سو كو جو فيان دو دير. هاد لو سيستيم يعني يل سابيل سيستيم دانجيكسيون مونو بوين و il y a un seul injecteur qui est commandé par le calculateur. Pour commander هاد لو calculateur on a besoin des informations. On a besoin l'information de capteur de régime moteur. On a besoin de l'information de position de papillon. Yani la position de la papillon, واش محلوله ولا مسدوده. Yani la position elle est donnée par un potentiomètre de papillon. On a besoin d'un capteur de température d'air. C'est lui qui va nous donner la quantité d'air qui est entrée dans le collecteur d'admission. Et le calculateur commande aussi, yani, elle ne commande pas seulement l'injecteur, il commande aussi l'actuateur de papillon, yani, il nous fait la régulation de ralenti. Il commande aussi la soupape de régénération des vapeurs d'essence. Elle commande aussi la pompe électrique. Tous ces éléments, yani, ils se diffèrent selon leur fonction. Yani, qui trairont à l'hsab l'khidma diyalhom. On peut nommer des entrées, yani, par rapport à centrale, yani, on a les entrées, on a les sorties. Les entrées, ce sont les capteurs. Les sorties, ce sont les actionneurs, ou là, actuateurs. دونك هما اللي غادي نشوفو في هاد السينوبتيك الجاية. ولكن قبل غادي ندير واحد البيتو ريزيمي. دونك اون فوا كيدار لو كونتاك، اون فوا اون مي لو 15
on a actionné le contact dans la position 15, le calculateur commande la pompe électrique par ce relais. Le calculateur qui termine la pompe électrique, les quatre confins d'air des réservoirs, par le relais. La pompe qui aspire l'essence liquide, ou qui refoule, qui aspire ou qui s'effondre, c'est une pression de 1,1 bar. La pression elle est caractérisée par l'injection du monopoint. Alors, elle fait refouler l'essence par la conduite qui dose là le filtre à essence. Le filtre à essence sert à filtrer le carburant. Maintenant, qui dose vers l'unité de commande, exactement vers l'injecteur. L'injecteur a la conduite du rotor qui dose le régulateur de pression. Le régulateur il va limiter une certaine pression à l'intérieur de l'unité de commande. Il y a un régulateur qui régule avec la pression, mais je m'attends le boîtier ou l'unité d'injection qui confie à la conduite qui est le retour. Voilà. Le retour est le réservoir. Maintenant, qui trouve l'air. Qui dose, une fois qu'il dose, qui injecte l'injecteur carburant, qui te mélange, qui te fait le papillon, qui te l'air, qui te fait l'intérieur du cylindre. L'unité de commande, nous avons un actuateur de papillon, potentiomètre ou le détecteur de position du papillon, au capteur de température. كاين هذوك لي فابور اللي كيتكونوا هنا خصهم يخرجوا ما خصهمش يخرجوا الهواء كنعاودوا نديروا لهم الريسيكلاج باش كيمشيو كيتجمعوا هنايا ان فوا كنحتاجوهم كيتحل واحد لا سوباب هنا باش كيمشي يعاود يتحركوا في الداخل ديال الكوليكتور ديال لادميسيون. كاين هذا الريشيفور دو كوليكتور ديال لادميسيون كيسخن لنا الكوليكتور قلنا علاش. كاين كابتور دو تمبيراتور ديال دو دو رفراجيسمون. كاين كابتور دو ريجيم اللي كيعبر لنا la rotation de Villebrequin ou la position, elle détermine le régime de rotation du moteur ainsi que la position de Villebrequin. Position, qui est le calculateur, l'information, le piston, maintenant le piston numéro 1, le PMH ou là, qui بالديتاي كيفاش تخدم وكيفاش اون فوا لو كونترولي. دونك سي سا لو سيستيم دانجيكسيون مونو بوين. غادي ندوزو لهاد السينوبتيك. كتكون عندنا لو سيستيم دانجيكسيون الي كوموندي باغ اون باغ لو كالكيلاتور او لا سونترال دو كوموند او كيتسمى تا جيسيون موتور. هاد لونيتي دو كونترول الا بوزوان دونتري des paramètres d'entrée et des paramètres ou là des commandes de sortie. La partie là elle s'appelle sortie ou là les actuateurs. Tous ces éléments ce sont des actuateurs. Les éléments d'entrée ils s'appellent les capteurs. Tous ces éléments ils s'appellent des capteurs ou là on peut des sondes. Donc, qu'est-ce qu'on a des capteurs? Ce sont des capteurs, ce sont des éléments électroniques qui vont transformer un paramètre ou là une information qui est physique. غادي يحول لينا واحد المعلومة اللي كتكون فيزيك. تقدر تكون température, pression, position. كتكون فيزيك. خصو يحولها الالكتريك او نيميريك او انالوجيك. على حساب. باش كيعطيها باش كيعطيها الكالكيلاتور باش كتعرف هي شنو واقع في الموتور. ملي كتكون هاد لي كابتور ملي كيعطيو لانفورماسيون لهاد لينيتي دو سونترال ال في سون كالكول بور كوموندي هاد لي زيليمون. هادو كاين هاد لي زيليمون كنسميهم اكتياتور. كاين هذاك الرولي دو بومب كتاكتيفي هي اللي كدوز لاماس لهداك الرولي باش كتحكم لينا في لا بومب. كاين هذاك الانجيكتور هو الانجيكتور
كاين هذاك اكتياتور ديال البابيون اللي كي كي يعني اللي كتحكموا في هذاك اللي كنريغلو الرالونتي ديالو، وكاين هذاك الصوباب ديال الديغازاج اللي دوين عليها ديال لي فابور ديسونس او لا الكتروفان ديال يعني الريجينيراسيون ديال لي فابور ديسونس، وكاين هذاك الرولي ديال هذاك الشوفاج، يعني هذاك الرولي ديال الشوفاج ديال التيبيلور دادميسيون، يعني نقدروا نتحكموا فيه امتى فاش يكون الموتور بارد، منين غتجي لانفورماسيون، غتجي لانفورماسيون من التمبيراتور، من داك الكابتور دو تمبيراتور ديال الموتور او لا التمبيراتور دو ليكيد دو غوفرواديسمون. هادو هما يعني خصكم حتى هما تحاولوا تنوطيوهم، il vous faut de noter bien la synoptique هذه، où il y a les entrées qui sont les capteurs، ou la partie droite où il y a les paramètres de sortie qui s'appellent les actuateurs، les capteurs dont l'information a au calculateur pour que le calculateur fait son calcul et commande les actuateurs qui sont ces éléments. باش تعرفوا واحد القضيه، ان راه اي سيستم كي سيستم الكتريك جيري الكتريك، يعني راه تقريبا بحال ما هو لو ميم فونكسيونمون. نديرو مثلا نديرو مثلا لابياس. اشنو هاد لابياس؟ غتشوفوه مع الاستاذ. لابياس هو واحد السيستم يعني اللي ما كيخليش لي غو، يعني لي غو الرويد ما تيخليهمش يتبلوكا، كيتسمى اونتي بلوكاج ديغو، سيستم اونتي بلوكاج ديغو. تقدر نتايا كتكون غادي في الطريق كتفراني، يعني تقدر دير واحد فران ستيك. اشنو فران ستيك؟ يعني لي غو سون بلوكي اون غولون او مومون دو فريناج، يعني كاين هاد لو سيستم ما تيخليش لي غو سو بلوك. يعني باش غادي نعرفوا هاد لو سيستيم اولا هاد الكالكيلاتور اللي غتحكم لينا، باش غادي نعرفوا ان البلوكا ان لا غو واش تبلوكات ولا لا، يعني خصنا نديرو فيه واحد لو كابتور، يعني ها هو واحد الاليمون ديال لونطري. يعني واخا نقولوا نقدروا نسميو هذا مثلا السونترال ديال لا بي اس، اشنو غيخصها كوم اونطري؟ غيخصها لا فيتاس، يعني لا فيتاس ديال شحال باش كدور الرويده، كل رويده يعني اي رويده تبلوكات، يعني ان فوا هاد الكالكيلاتور غيعرف لينا ان هاد الرويده يعني مابقاش كدور، يعني درنا فيه واحد الكابتور اللي كيعبر لنا شحال باش كدور، هذا عطاتها زيرو. يعني هو اش غيدير؟ غيتحكم فواحد الكتروفان او لا سوبات كيحلها وكيسدها. يعني هنا شنو غيدير الى تبلوكات مثلا الرويده؟ غتقدر تقدر الرويده هنا شنو غيدير لها؟ خصو يحل داك السوباب باش مي او لي سدها، باش ما بقاش دوز ليها الزيت لهذاك لو سيستيم اللي كيورك على البلاكيت، باش كيورك على لو ديسك، يعني كيحلو كيسدو باش ما دوش ليه الزيت باش ما يفرانيش. دونك هاي كدور وكيعاود عاود تاني. يعني هذا بحال قلتي غير مثال باش تعرفوا ان راه كل سونترال خصها لي زونطري لي كابتور، وخصها لي سورتي هما لي زاكتياتور او لي زاكسيونير. دونك هادي شفنا اللي عندها بالنسبه لهذه لانجيكسيون مونو بوين. لي كابتور، كاين كابتور ريجيم موتور، هو الكابتور اللي تيكون في فيل بلوكان، بوزيسيون ديال فيل بلوكان. خصنا البوزيسيون ديال البابيون خصنا نعرفوها فين كاينه. كاين تمبيراتور دير، وكاين تمبيراتور ديال الموتور، وكاين هذيك لا سوند لاندا كتسمى لا سوند دوكسيجين. هادي تاهي غادي نشوفها في الاخر، نشوفو كيفاش كتوقع هذاك لا ريغولاسيون، يعني الا كثر الاكسجين شنو غيدير الانجيكتور، و الا قلال الاكسجين يعني شنو هو، يعني ديما عندو علاقه مع الميلونج واش يديرو بوف ولا غيش. عندنا هنا لي زاكسيونور راه شرحناهم، شفنا دابا كاع لي ديفيرون زيليمون اللي كيتكونوا منه هاد السيستيم د انجيكسيون مونو بوين، وشفنا لي زونطري و لي سورتي. دابا غندخلو لي ديتاي. هنا غنشوفو هذيك لينيتي دانجيكسيون، يونيتي دانجيكسيون. هاد لينيتي دانجيكسيون il se compose de deux parties، une partie qui est hydraulique et une partie qui est le corps papillon. يعني هاد لو كور بابيون، يعني لا بارتي هي هادي اللي كتسمى كامله هنا هيدروليك، وهنا كتسمى كور بابيون. لا بارتي هيدروليك اش تيكون فيها؟ تيكون فيها لونطري،
لاريفي ديال الكاربيرون كيجي من هنا. هاد لاريفي ديال الكاربيرون يعني جاي من الريزرفوار اللي كتصيفطو البومب داليمونطاسيون، كيدخل هنايا وكيمشي للانجيكتور. يعني هاد الانجيكتور كيدخل ليه وكيمشي لعند ريغيلاتور دو بريسيون. قلنا هاد ريغيلاتور دو بريسيون اش تيكون فيه؟ تيكون فيه واحد الروسور. هاد الروسور هذا كيكون هنا واحد الممبران، كيكون واحد كتحل وكتسد. اون فوا هاد الروسور مطاري على واحد، يعني دير الطراج ديالو على سيغتان بريسيون. سو روسور الي طاغي سيغ ان سيغتان بريسيون. Si la pression elle est supérieure au tarage de sopa de ressort, la membrane s'ouvre pour que une quantité de carburant s'échappe vers le retour. Hada qui s'appelle retour, conduit de retour vers le réservoir. يعني ملي كترتفع هنا la pression ديال هذاك الكاربيرون، يعني ليسونس اللي جاي من الريزرفوار، هو راه دخل هنايا الي اونتري فيغ لانجيكتور، وخصو يدوز على الريغيلاتور ديال البريسيون باش يريغل لينا هذاك البريسيون، باش ديما كيحافظ على ان سيغتان بريسيون هنايا. هذاك الطراج هنايا ديال الروسور يعني مطاري، ان فوا الا كتجي البريسيون كبر من الطراج ديالو كيتحل. ملي كيتحل كدوز واحد الكونتيتي هنا ديال الكاربيرون باش كترجع وكتخفف هنا، كتولي كترجع البريسيون نورمال ديالها. دونك هذا هو الدور ديال هاد لو ريغيلاتور دو بريسيون. وكاين هنا هذاك لو كابتور دو تمبيراتور دير، كابتور دو تمبيراتور دير اللي غيخلي لنا باش كيعبر لنا. يعني هنا منين كيدوز، سمحوا لي، من هنا كيدوز لير، كيدخل من هنا باش كيمشي كيلقى الكاربيرون كيتميلونجا معاه، من بعد كيدخل. دونك هاد لير ملي غيدخل ضروري الفا غيدوز على الكابتور دو تمبيراتور. هاد الكابتور دو تمبيراتور دير هنايا يعني تعبر لنا الحراره ديال الحراره ديال لاغ اللي داخله، حيت هاد لاغ اللي تيدخل على يعني على حساب الحراره ديالو. اذا كانت الحراره ديالو قليله يعني كيكون مكمش، حيت كيتكوندونس يعني الكثافه ديالو كتجمع. يعني ملي كتكون الحراره ديالو طالعه يعني بحال قلتي كيديلاطا، وهذاك الديلاطاسيون يعني كيولي لي موليكيول كيشدوا بزاف ديال بزاف ديال يعني كيشدوا واحد يعني الحيز او لا واحد الفوليوم كيكون كبار ديالو. يعني خص ضروري الكالكيلاتور خص يعرف التمبيراتور ديالو باش كيفاش يجيري هذاك لير الا كان بارد، ويجيري الا كان سخون. الا كان سخون راه كيديلاطا كيشد حجم كبير، يعني خصنا نقللو شويه من الكاربيرون باش ما يوليش الميلونج غيش. وإلا كان مكوندونسي مثلا، كان الحال بارد وهو بارد، يعني لي موليكيول كيتجمعوا، وملي كيتجمعوا كيوليو كيشادين حيز قليل في السيلندر الداخل. دونك راه حتى خصو حتى الكالكيلاتور باش يانجيكتي هذاك القدر اللي يقدر على حساب الدوزاج. دونك قلنا ان لاغ كيدخل من هنا كيدوز على الكابتور دير لاغ اونتر باغ سات كوندويت، إل فا باسي سور لو كابتور دو تمبيراتور بور كيل ميزيغ سون تمبيراتور، اي سو ديريج فيغ هاد ليسباس و يل فا سو ميلونجي. يعني يل فا يعني هنا لا كومبوزيسيون او لا رياليزاسيون ديال الميلونج اونتر كاربيرون اي لير. هنا البابيون، هاد البابيون هادي كتحكم فيها لا بيدالا داكسيلاراسيون، سوا باغ كابل سوا الكتريك. هاد البابيون هادي كيكون فيها واحد لاكس qui va directement vers avec le potentiomètre qui va mesurer la position, soit واش مسدوده محلوله النص اولا محلوله بزاف. وهاد ايضا هاد البابيون يعني كيكون لاصق فيها هذاك لاكتياتور، غادي نشوفو لاكتياتور دو غالونتي. يعني هذاك لاكتياتور دو غالونتي كيخدم في هذيك الوقيته فاش تيكون الموتور بارد وفي الديماراج افروا. دونك كيما قلت لكم ان هاد يونيتي دو كوموند بحال عوضات الى غومبلاسي لو كاربيرات. هنا غنشوفو هذاك لانجيكتور على حيده بوحدو، لانجيكتور مونو بوان، سي تا انجيكتور الكترو مانيتيك ا ايغوي. يعني شنو تيكون فيه؟ هاي اللي ايغوي، هادي ايغوي، وكيكونوا هنا دو بوبيناج
بوبيناج يعني الكترو ايمون كتوصلهم لاليمونطاسيون هي هادي. هنا كيجي البلوس مثلا وهنا الموان. هاد البوبيناج هما اللي غيديروا هذاك لو شومانيتيك باش كيتحكموا في هاد لي زيمون. هذا كيتسمى ارماتور الكترو ايمون وكيكون هنا فين كيدخل الكاربيرون باش كيدخل من هنا وخصو يخرج من هاد البلاصه هادي. دونك هاد ليغوي هادي ان فوا كتوصل لاليمونطاسيون لهاد البوبيناج كيديروا واحد لو شومانيتيك كيتحولوا هادو العيار وكيجروا معاهم هاد لاغماتيغ اللي كتكون من العيار. يعني بحال قلتي كيديروا لها الجذب ومني كتجذب كتحل وكتطلع هادي الفوق وكيخرج هذاك يعني كيخرج لهاد هاد كيخرج هاد الكاربيرون اللي كان داخل هنايا بواحد سيرتان بريسيون. هذا كيتسمى انجيكتور ا تيتون. دونك انجيكتور سي ان انجيكتور الكترو مانيتيك ا ايغوي داكور سو لاكسيون دي امبولسيون الكتريك دو كالكولاتور دون لو بوبيناج الكترو ايمون لو نوايو مانيتيك اي اتيري. L'impulsion du calculateur vient vers les connexions électriques plus masse, yani le plus de l'injecteur et la masse. Il vient vers l'impulsion électrique 12 volts vient vers le bobinage électro-aimant. Le noyau magnétique, c'est ça, les armatures magnétiques, est attiré, yani si l'impulsion est arrivée vers le bobinage, vont faire le champ magnétique pour attirer l'armature ou là le noyau. Le noyau magnétique est attiré, le ressort comprime l'aiguille de l'injecteur se soulève de son siège. Donc quand l'aiguille se déplace de cette position, il va comprimer le ressort. Le ressort s'il est comprimé, l'aiguille se lève pour que une quantité de carburant s'injecte de sa forme conique et la réalisation de la pulvérisation, yani l'évaporisation du carburant. L'injecteur est là de deux trous. Le premier, c'est l'arrivée de carburant, de réservoir. Yani la pompe va refouler le carburant de réservoir, passer par le filtre à essence, entrer par ici, c'est l'entrée de l'injecteur, yani, passer par l'intérieur de l'injecteur, elle sort, puis elle entre par une autre conduite pour qu'il va vers le régulateur. Le régulateur, il va régler la pression, toujours il va limiter la pression dans certaines pressions. Donc, pour faire le réglage, il va être fermé ou ouvert pour qu'une quantité de carburant s'échappe vers le réservoir pour toujours régler une certaine pression dans l'intérieur de l'injecteur. Maintenant, l'injecteur fait juge de conduite. الاولى اللي كتجي من الكاربيرون كيجي من الريزيرفوار كيدخل باش كيدوز عند يعني في الداخل ديال الانجيكتور ومن بعد تيخرج باش كيعاود يدخل من بارتي اخرى باش كيمشي لعند الريغيلاتور. هذا الريغيلاتور كما قلنا انه راه تيريغل لينا لا بريسيون باش كتبقى هنا فيكس كيتحل وكيتسد على حساب لا بريسيون. الا كانت بريسيون طالعه بزاف كيتحل باش واحد الكونتيتي كترجع لعند الريزيرفوار وكتبقى هنا ديما هذيك البريسيون كتكون يعني ليميتي و فيكس. هنا هذا هو هذاك لونيتي دانجيكسيون او لا البواتي دانجيكسيون. فوالا هذوك لي كوندويت اللي قلت لكم، يعني وحده كتكون جايه من الكاربيرون وحده غاده لعند الريغيلاتور ديال البريسيون. هنا كتكون البابيون. هنا هذاك لاكتياتور ديال الرالونتي، ها هو هذا لاكتياتور ديال الرالونتي، يعني هذا هو اللي كيتحكم لينا في البابيون باش كي ملي كتكون مسدوده كيدفعها باش كتحل في هذاك في الرالونتي. يعني في الرالونتي حنا عارفين ان البابيون كتكون مسدوده
كومبليتمون، وهذا لاكتياتور يعني هو اللي غيتحكم لينا، هو سيت ان موتور الكتريك كيتحكم فيه الكالكيلاتور هنا فين كيركب الفيش ديالو، باش كيتحكم لينا في هاد البابيون هادي، كيحلها واحد الشويه باش كيبقى الموتور مستابيليزي في الرالونتي ديالو، يعني خص ضروري يدخل هذا اللي يدخل الكاربيرون لداخل، حتى في الديماراج افروا، ديماراج افروا يعني باش تا تكسيري على الموتور، يعني باش يدخل يعني بلا ما تحتاج انت تكسيري ليه، حتى هو كيتحكم فيه هاد الاكتياتور دو غالونتي. هنايا كيكون كتركب الكابلي ديال البابيون، يعني البابيون كتحكم فيها البيدالة، يعني سوا بار كابل سوا يعني الكتريكمون، يعني كتحكم فيها الكالكيلاتور. هنا هاد لو تيب هنا عندنا اللي كيتحكم فيه بار كابل، يعني انت ملي كتكسيري كتورك على الكابل، الكابل هو اللي كيبقى يتحكم وكيحل وكيسد هذاك البابيون. وعندنا هنايا هذاك الكابتور اللي كي عبر لينا البوزيسيون ديال البابيون، يعني هو اللي كيعبر كيعبر البوزيسيون ديال البابيون، يعني واش محلوله مسدوده نص واش محلوله كامله، باش كيعطي لانفورماسيون للكالكيلات. وهنا في الداخل فين كيكون لانجيكتور، دونك هو في بوزيسيون اخرى، هما لي كوندويت فين كيدخل هذا فين كيدخل الكاربيرون، هذا لانجيكتور، هذا لاكتياتور، هذا هو البوتنسيومتر اللي كيعبر لنا الديتكتور، يعني البوزيسيون ديال البابيون. ها هو هنا كيبان، ها هو هذا الفيش دو او لا لي كونيكسيون ديال الانجيكتور، وهذا هو الانجيكتور لداخل. هنا تيكون عندنا الموتور، هنا فين تيتركب لينا داك لينيتي دو كوموند، هذا تيكون الكوليكتور ديال لادميسيون، وهنا فين كتركب لينا داك الانيتي ديال دانجيكسيون، يعني بلاصه الكاربيراتور. ها هو هنايا راكب، فوالا ها هما لي زونطري فين جايه لونطري ديال الكاربيرون، وهذا فين كيخرج باش كيمشي لعند الريغيلاتور ديال البريسيون. هنايا هذا هو الانجيكتور، الفيش ديالو ها هو فين غادي، هذا هو الانجيكتور، وهذا يعني يقدر يكون هذا هو يعني الكابتور اللي كيديتكتي البوزيسيون ديال هذا ديال البابيون. هذا هو الكابلي، ها هو فين جاي الكابلي اللي كيتحكم لينا في البابيون، واش كيحل واش كيسد واش مكسيري ولا ما مكسيريش. دونك كما قلت لكم راه هو اللي جابوه حطوه بلاصت يعني لون بلاسمون ديال لو كاربيراتور اللي كان كلاسيك. هذه الفوتو ديال لانجيكتور مونو بوين، هو هذا ها هما لي فيش ديالو، عنده جوج ديال لي بورن، واحد ماس، واحد تيكون بليس، بطبيعة الحال هنا الأحمر هو الماس، وهذا هو البليس، وهذا هو الماس. دونك هذا هو الشكل ديالو، انجيكتور مونو بوان. هذا يعني لا فورم ديال لو كابتور دو تمبيراتور دير، هو هذا كتكون فيه واحد الفيلامون هنايا مع ان ريزيستانس سبيسيال، تيكونوا فيه جوج ديال لي كونيكسيون. غادي نشوفو حتى هو هنا، غادي نوريكم هذاك الفونكسيونمون ديال يعني الفونكسيونمون ديال لانجيكتور، حيت عندنا هنا لي مهم عندنا هو لانجيكتور مونو بوين، حيت كاين هذاك لانجيكتور غندويو عليه حتى هو من بعد ديال ملتي بوين. دونك لانجيكتور تيكون عنده واحد ليغوي، هي هادي ليغوي مع الروسور ديالها مع البوبيناج، دونك لو كور كامل، لونطري ديال الكاربيرون، السورتي ديالو. دونك عندنا غادي نشوفو كيفاش تيخدم، ها هو غتوصلو لاليمونطاسيون، لاغيفي ديال ليسونس، هنا كيدخل ليسونس كيما قلت لكم راه من هنا، لونغولمون هنايا هما هادو كتوصلهم لاليمونطاسيون، كيديرو هداك الشومانيتيك كيجرو هاد ليكوي هادي. كاين هداك الروسور، يعني اون فوا ملي كتجر هاد ليكوي هادي، الروسور اشنو كيدير؟ الروسور كي ملي كتحيد لامبيلسيون اللي جايه من عند الكالكيلاتور، هادي الروسور كيسد كيعاود يسد هذاك حيت كيكون ديجا مكومبريمي، كيسد هاد ليكوي باش كيحبس هذاك الكاربيرون اللي كان خارج. هذا هي ليكوي، وهنا غادي نشوفو كيفاش كيخدم. هنا غادي نحلوه، ها هو يعني عطينا لامبيلسيون هنايا، لي بوبيناج كيديروا الشومانيتيك كتجر هادي، انا غنسدو يعني بحال غنحبس عليه لاليمونطاسيون، صافي وكيرجع اوفير فيرمي، اوفير فيرمي، بحال ما هو يعني بحال ما كتخدم.
هنا راه فيرمي حيت تقطعات عليه لامبلسيون. اون فوا كتوصل تاني لامبلسيون لي بوبيناج كيديرو هذاك لو شو مانيتيك ديجا الكاربيرون داخل هنايا كتجر هاد الليكوي هاهي كتجر صافي وتيخرج الكاربيرون على سو فورم كيما قلت لكم كونيك. دونك لو فونكسيونمون دو سو انجيكتور سات انجيكتور كي مونو بوان الي كومبوزي دي زونغولمون او بوبيناج ressort d'appel aiguille ici c'est l'arrivée d'essence son fonctionnement c'est à dire que quand le calculateur va commander l'injecteur il va lui donner une impulsion ici c'est les connexions connexion plus connexion de moins il va donner l'impulsion 12 volts vers l'injecteur pour que les deux enroulements au bobinage fait un champ magnétique. Et le champ magnétique attire l'aiguille pour que l'aiguille s'ouvre et l'injection de carburant. Comment? Par comme ça. L'ouverture et fermeture. L'ouverture parce qu'il y a une impulsion de 12 volts qui fait un champ magnétique dans le bobinage ou les enroulements. Et le champ magnétique attire l'aiguille, comme ça, il l'attire. Et quand le calculateur coupe l'alimentation, le ressort, c'est eux qui font fermer l'aiguille, comme ça. Ouvert, fermé. C'est ça le fonctionnement de l'injecteur, monopoint.